بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القصة أنثى والرواية أنثى، وعندما تكتب الأنثى عن الحاضر والماضي والمستقبل جمعت أطراف الحياة في طلسم وأعطته للقارئ، فعليه أن يفك مجاهيلها. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامج مبدعات عراقيات من منصة فيض الإعلامية، محدثتكم خلود بناي. لقاء اليوم مع القاصة والروائية عالية طالب الجبول. تفضلي ست، قدمي نفسك للجمهور. عالية طالب أديبة وإعلامية، كاتبة قصة ورواية، وعملت في مجال الإعلام برئاسة العديد من الصحف والمجلات الإسبوعية والشهرية. ست، من كلامك عرفنا أنه أنت كتبت القصة والرواية، أيهما سبقت الأخرى والفرق بيناتهم بشيء من التبسيط؟ بدأت بكتابة القصة، يعني الرواية جاءت بعد كتابة القصة، وأصدرت مجموعتين قصصية، وجاءت بعدها رواية بعيدا داخل الحدود، كانت رواية لكنها لم تصدر بكلمة رواية. حينما تقرأين بعيدا داخل الحدود تكتشفين أن الأبطال الخمسة هم من عائلة واحدة، يجمعهم خيط واحد وهم واحد، لكن أنا جعلتها تحمل اسم مجموعة قصصية، وتركت للقارئ الحقيقي أن يعرف أنها متداخلة الرؤى، ليست قصص متفرقة، وإنما هي يجمعها هم روائي واحد. ست، ما هي أهم مؤلفاتك؟ هي مؤلفات عديدة ما بين القصة والرواية، الممرات وبعيدا داخل الحدود صدرت عن دار الشؤون الثقافية، لدي مجموعة بحر اللؤلؤ، ورواية أم من هنا أم من هناك، ورواية الوجوه، ورواية قيامة بغداد التي صدرت في القاهرة وأعادت إصدارها في العراق، وأخيرا لدي مجموعة قصصية حكايات الرمل، وهناك كتاب بعنوان حكايات من المنفى، بالأصح يوميات من المنفى، لا فرق كبير ما بين كلمة حكايات ويوميات، فكلها تحمل الهم بعيدا عن الوطن. ست، المواقع اللي ترأستيها كثيرة ما شاء الله يعطيك العافية، لكن أيهما أحب إلى قلبك من تلك المواقع؟ عملت في مجال الصحافة قبل 2003، كنت مسؤول القسم الثقافي في جريدة الجمهورية، وبعد سقوط النظام استلمت مسؤوليات متعددة ما بين مسؤول قسم ثقافي في صحف عراقية، وما بين مدير تحرير مثل ما كنت مدير تحرير جريدة البرلمان، ورئيس تحرير المستقبل العراقي الجريدة اليومية، وأيضا رئيس تحرير تنفيذي لمجلة نرجس التي تصدر عن مؤسسة المدى، ورئيس تحرير تنفيذي لمجلة المشهد الشهرية. موقعك كعضو مكتب مركزي في اتحاد الأدباء، هل هذا الموقع أعطى أحقية للكاتبة العراقية والأديبة في التعبير والنشر والطبع؟ شغلت في اتحاد الأدباء عبر الانتخابات التي جرت والدورات فيه، شغلت في المكتب التنفيذي أمانة الشؤون العربية، وفي الدورة اللي بعدها كنت نائب الأمين العام، والآن أنا في هذه الدورة عضو مجلس مركزي. هل يمكن أن نقول أن اتحاد الأدباء هو المسؤول عن خلق الأديب؟ أعتقد لا، لدينا أسماء كثيرة في المشهد الثقافي العراقي لم تكن تحمل هوية اتحاد الأدباء. موسى كريدي الراحل العظيم الروائي المهم لم يكن يوما عضوا في اتحاد الأدباء. الاتحاد لا يعطي الشرعية أو الموهبة أو الصفة للأديب، بل على العكس، الأديب المهم المميز هو من يعطي للاتحادات والنقابات والتجمعات قيمة ورمز كبير يضيف للاتحاد. إذا أخذنا مجموعة معينة ولم نقرأ اسم المؤلف عليها، هل يمكن أن نميز أنه هذا المؤلف أنثى أم ذكر؟ وكيف نميزه من خلال القراءة؟ ذكرينا بشيء مبسط. لا أعتقد أننا نستطيع أن نميز من خلال النص جنس الكاتب. الكاتب سواء كان رجل أو امرأة حينما يكتب لا يمكن أن يكتب فقط عن ذات الجندرية،
هناك العديد من القصص التي كتبت والروايات بصيغة أن الكاتب يتحدث بصوت الإمرأة فيما هو كاتب. وبالعكس، أنا لدي عديد من القصص وبناء رواياتي لم يكن صوت المرأة هو من يتحدث، بل صوت البطل. ما هي نصيحتك للكاتبات الشابات الجدد؟ نصيحتي للكاتبات والإعلاميات والأديبات الشابات أن لا يأخذهن الغرور بالمدح المجاني، أن تعرف أن عليها ارتقاء السلالم درجة درجة، حرق المراحل ليس في صالحها. القراءة مهمة، الدخول في عوالم عقل الآخر مهم جدا، استخراج التجارب من الحياة حولنا، محاولة الأخذ بزمام الأمور الفكرية وليس بزمام الأمور ذات القشرة، ثقافة التسلية. ثقافة التسلية لا ترصن العقل. القراءة مهمة ومهمة جدا، ورجاء لا يأخذك الغرور بالإعجابات واللايكات لأنها سهلة لا تتجاوز ضغطة زر. في نهاية لقائنا نشكر القاصة والروائية الست عالية طالب الجبوري، وبالتوفيق دائما. شكرا لمنصة فيض الإعلامية، وشكرا للمقدمة خلود بناي، هاي الشخصية الجميلة اللي تعرفت عليها في مؤتمر أقيم في بغداد ضمن أعمال بغداد عاصمة الثقافة، وكانت شخصية مهمة. شكرا لبرنامج مبدعات عراقيات، يعني أتمنى فعلا أن تزداد هذه البرامج وهذه التجارب الإعلامية لتأخذ حصة مهمة تكون درسا للأجيال القادمة. شكرا لكم أعزائي مستمعي منصة فيض الإعلامية، دائما لقائي معكم وأنتم بأتم صحة وعافية. محدثتكم خلود بناي، مع ألف سلامة.